السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ أمراض الجهاز الهضمي GIT Gastro Intestinal Tract Pathology. طبعا هذا الشابتر كلش كبير باليو اس ام ال اي وبالدياجنوستيك راديولوجي هم كلش كبير، فاحنا راح ناخذ جزء جزء. اول شي راح نبدأ بالاسوفاجس، شنو الأمراض اللي موجودة بيه، شلون نشوفها بالأشعة وشلون نشوفها بالإندوسكوبي، وبعدين نرجع لغير أعضاء. مثل ما تعرفون الجي اي تي هي عبارة عن جهاز يتم من خلاله هضم الطعام. أول شيء يتكون من الأسوفاجس اللي من خلاله نبلع الأكل، والاستومك اللي هي المعدة من خلالها نهضم الأكل، يتكون من السمول انتستين واللارج انتستين. سمول انتستين اللي من خلالها يتم هضم وإفراز وامتصاص الفيتامينات وغيرها من الأغذية. تمام، احنا هسه موضوعنا مو تشريح بس بشكل عام، انه يتكون من المرء والمعدة والاثنى عشري الديدينام والسمول انتستين واللارج انتستين اللي هي اسيندينج وترانسفيرس والديسيندينج والسيجمويد والركتم. هذا بشكل عام الجهاز الهضمي يتكون من يمه. اول شيء احنا اذا نريد نشخص امراض الجهاز الهضمي لازم المريض يجيني عنده فد اعراض معينه تدل على انه المرض موجود بالمرء مو بغير جزء، مثلا ديسفيجا، صعوبه البلع، او painful with swallowing يعني من يبلع اللقمه يحس بالم اثناء البلع، او انه عنده حرقه باسفل المعده اللي هو heart burn اللي هو الاسيد الموجود بالمعده يرجع عن طريق الاستومك الى المرء، انه هنا عندنا اسيد فيرجع للمرء. فاحنا لازم عندنا اعراض معينه يلا عندزه يلا نشك انه عنده مرض بالاسوفاجس. بشكل عام الاسوفاجس هو عبارة عن تيوب، هذا التيوب من الماوث لحد الاستومك، يعني عبارة عن انبوبة تنقل الغذاء من الفم الى المعدة اللي يتم هضمها داخل الاستومك. هذا التيوب يتكون من الستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم هي نوع من انواع الخلايا اللي هي تبطن المرء او هي اللي تكون المرء، يسموها ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. وهاي الستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم يكون لونها وردي فاتح، يكون لونها وردي فاتح. فمن ندخل الاندوسكوبي راح يبين اللون الوردي الفاتح اللي هو هذا تشوفونه بالاطراف، هذا اللي هو هذا الوردي الفاتح، بينما الفتحة الفؤادية اللي هي تربط لي المرء مع المعدة يسموها lower esophageal sphincter وبعضهم يسميها gastro esophageal junction هي عبارة عن وردي طوخ، وردي طوخ، لأن تتكون من الكولومينو ابيثيليوم سيل، تتكون من الكولومينو ابيثيليوم سيل. هسه تقولون يا بشنو يعني ليش ده نقرأ انواع الخلايا اللي يشكلها الاسوفاجس؟ احنا عندنا كارسينوما ممكن تصير بالاسوفاجس، عندنا سكويموس سيل كارسينوما سببها تصير بالجزء العلوي اللي سببها موديفيكيشن او ميوتيشن بالسكويموس سيلز، او عندنا ادينو كارسينوما اللي هي سببها هاي النوع من الخلايا الموجود بهاي الجنكشن جنكشن يتحول الى سرطان، يعني اما عندنا سرطان اعلى المري او سرطان اسفل المري. فمن ندخل الاندوسكوبي راح يطلع لنا انه الاسوفاجس هاي البوابه الفتحه الفؤاديه جاسترو اسوفيجال جنكشن مسدوده نورمالي بلوك، نورمالي يكون بلوكج. من ندخل الاندوسكوبي ونشوفها مسدوده، احنا عن طريق انه الاندوسكوبي يلا هاي البوابه تنفتح، انه يعني اضغط على الاندوسكوبي مثل البوابه بس سهله الفتح. من ندخل الاندوسكوبي داخلها، يعني الاندوسكوبي من يجي هنا يدخل يلا اقدر افتح هاي البوابه.
البوابة تكون نهايتها يكون وردي، يعني وردي طوخ مائل للإحمرار، وهذا الشيء نورمالي، لأن قلنا لكم إنه هي شنو كولومينو إبيثيليوم سيل. هسه نرجع بشكل سريع، هو عبارة عن تيوب يتكون من السكويموس سيلز ساتريفايد سكويموس إبيثيليوم، ويتكون من الكولومينو إبيثيليوم بالهاي جنكشن. الجاسترو انتستاينال تراكت باثولوجي، اول شيء احنا نريد ندرس الجاسترو انتستاينال تراكت باثولوجي وبالذات الاسوفاجس، لازم احنا نعرف الباث اللي موجود بالاسوفاجس حتى نعرف شلون نصنفهم. اول شيء عندنا كونجينيتال اند ميكانيكال ديسوردر، كونجينيتال اند ميكانيكال ديسوردر يعني ديسوردرز، يعني هاي اكو امراض الله سبحانه وتعالى من يعني من انشأ الجنين ببطن امه صارت هاي الامراض خلقيه، واغلبها علاجها يكون عن طريق العمليات الجراحيه. عندنا امراض ثانيه يسموها هيماتوميسيس اند اسوفيجيال بليدنج، يعني امراض تصير تقيؤ بدم، هيماتوميسيس يعني تقيؤ بدم ونزف بالمرق. وعندنا أمراض ثانية يسموها اسوفاجايتس اللي هو التهاب المرق، اسوفاجايتس التهاب المرق. وعندنا أمراض اسوفيجيال كارسينوما، مثل ما قلنا لكم كارسينوما، عندنا سكويموس كارسينوما وعندنا أدينو كارسينوما اوف ذا اسوفاجس، نوعين من أنواع السرطانات تصير بالمرق. هاي هي تصنيف أمراض المرأة، ما عندنا غير تصنيفات، فأي أحد يقول لكم شنو تصنيف أمراض المرأة تذكروا له هاي التصنيفات حسب الـ USMLE اللي هي Congenital and Mechanical Disorders والهيماتوميسيس and Esophageal Bleeding والإسوفاجيتيس والإسوفاجيال كارسينوما. طبعا اليوم محاضرتنا راح تكون بس على Congenital and Mechanical Disorder، يعني راح نشرح بس ذني الثلاث أمراض congenital والميكانيكال disorders، يعني شنو اللي أمراض اللي خلقية الموجودة بالمرأة. أول شيء عندنا أول مرض خلقي يجي به الإنسان ممكن يكون التريكيو إسوفيجيال فاسولة، التريكيو إسوفيجيال فاسولة من اسمها تريكيو يعني تريكية يعني قصب الهواية، وإسوفيجيال يعني المرأة. إذن تريكيو إسوفيجيال فاسولة هي إنه المرأة يتداخل ويا القصبة الهوائية عن طريق ناسور فسشلة، يعني الفسشلة بالضبط تعريفها انه هي abnormal connecting، abnormal connecting. اذا هي may arise as congenital connecting between the esophagus and the trachea that is often associated with the esophageal atresia، يعني هي اتصال غير صحيح واتصال خلقي من الله سبحانه وتعالى بين المرأة وبين البلعوم، دائما يكون مرتبط ويا الأتريجة. الأتريجة هي abnormal lacking of any opening، يعني شلون هسه راح أوضح لكم بشكل مبسط. احنا عندنا هذا الاسوفاجس، الاسوفاجس يجي من فوق اللي هو البلعوم والنوب المريء، والنوب يجي يتصل بالاستومك، وهاي التريكيه تكون معزوله عنها اللي هي قصبه هوائيه رايت مين برونكاس وليفت مين برونكاس، ويفصل اللي يفصل الاسوفاجس عن التريكيه اللي هو البيجلوتاس اللي هو احنا من ناكل ينسد، ومن ما ناكل يدخل الهواء عن طريق بالشهيق والزفير عن طريق القصبة الهوائية. لكن اكو بعض الامراض الخلقية اللي هي غاسترو اسوفيجيال فاسولة واللي هي الشائعة اكثر شيء، هاي انه خلقيا من الله سبحانه وتعالى خلق الانسان انه المرئ ما يكمل بشكل كامل حتى يدخل للاستومك، يعني المرأة ما كامل خلقيا حتى يدخل للاستومك، او المرأة يتصل بالقصبة الهوائية مباشرة والاستومك
الظل بين قوسين، ما حد بحالها باقي وحدها. أو يجي المرء ينساد، مرء يعني أي لقمة تأكلها عن طريق المرء هي ما توصل للمعدة، ولكن أي لقمة تأكل تدخل عن طريق القصب الهوائية ممكن تروح للمعدة. يعني تشوه خلقي والعياذ بالله، الحمد لله والشكر، تشوه خلقي خطر جدا. الأتريجة، كلمة أتريجة يعني انسداد، انسداد. إذن هذا مثلا من نجي نصنف هين، هذا التيبيكال اناتومي بشكل عام، هذا التيبيكال اناتومي، انه سوفيجوس يجي يدخل الاستومك وتريكيا معزولة. عندنا النوع اول حالة تجينا انه هي اسوسييتد اسوفيجيال اتريجيا، اسوسييتد اسوفيجيال اتريجيا، انه انا عندي التريكيا وحدها بس عندي قطع صاير بين المرء وبين الجزء الثاني من المرء، وهذا القطع انه الاكل ما يوصل، مسدوده اتريجيا يعني lack of opening، lack of opening، ماكو الاكل ما يجي، هاي البوابه مسدوده. او تجي اتريجيا with the proximal fistula، proximal fistula يعني الجزء العلوي مال الاسوفاجاس متصل بالتريكي، الجزء العلوي بروكسيمال فاسشيلا. وعندنا ديستال فاسشيلا اللي يكون الجزء السفلي متصل بال تريكيا، وعندنا بروكسيمال تريجيا. هنا عندنا دبل فاسشيلا، دبل فاسشيلا تريجيا اثنين وذ دبل فاسشيلا. هنا عندنا اسوسييتد فاسشيلا، فاسشيلا بتكون متصلة بالتريكيا والمرء مفتوح ما بي أي مشكلة. هاي يعني الإنسان يقدر يبلع، بس مرات الأكل يروح، مرات أحيانا يروح للقصبة الهوائية. نرجع بشكل سريع إنه أنا عندي هذا الإسوفاجس وهاي الاستومك. الإسوفاجس احيانا يتصل بالتريكيا، تشوه خلقي يسمونه تريكيو اسوفيجيال فاسشولا، هي abnormal connecting between the esophagus and the trachea is often associated with the esophageal atresia. يعني لازم اغلب شيء لازم نشوف الاتريجيا اللي هي انسداد، واحنا منطينا الكومون تايب اوف ذا تريكيو اسوفيجيال فاسشولا اللي هو الاسوفاجس يجي وينسد، والأكل اللي الإنسان اللي يأكله يجي عن طريق التريكيا ويروح للاستومك عن طريق هاي الفشل. لذلك راح يعاني الطفل هواية إذا عنده تريكيو اسوفيجيال فشلة. تريكيو اسوفيجيال فشلة دائما discovered when after birth، discovered after birth. ليش نكتشف after birth؟ يعني من يبدي يأكل أكل أو من ينولد، يعني أول بدايتين ولد مو يريد يرضع، فبمجرد ما يأخذ الحليب اللي يأخذه أما يدخل يصير عنده aspiration، هذا الأكل الحليب، العفو الحليب يدخل للرئة. يعني إحنا قلنا كوفشلة إنه الأكل اللي نأكله يروح مباشرة للتريكيا ومن ثم للرئة، أو يصير عندي طفل من يبلع الحليب يزوعه الروتيشن يرجع. لذلك التريكيو اسوفيجيال فاسشولا خطره جدا. بالادالت ماكو تريكيو اسوفيجيال فاسشولا، يعني انت من تسمع كلمه تريكيو اسوفيجيال فاسشولا الله اكبر الله اكبر، تاذن طبعا يمنا، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان رسول الله. بالادلت ما عندنا تريكيو اسوفيجيال فاسشولا. لعد شلون يصير تريكيو اسوفيجيال فاسشولا بالادلت؟ ممكن تكون كونديشن كان اوكير سكندري تو ذا ماليجنسي، يكون ماليجنسي فتح لي فد ثقب بالتريكيا والاسوفاجس خلاهن بيناتهم يصيرن كونكتنج، او ممكن تروما يعني فد ضربه او فد رصاصه او فشظيه سوت لي فشلة بين الاثنين، وقام الأكل يجي من الاسوفاجس ويطب لي التريكيا. أو ممكن
iatrogenic causes. iatrogenic causes. iatrogenic causes هي عبارة عن أسباب by treatment، سببها العلاجات أو سببها الإندوسكوبي، إنه أنا دخلت الإندوسكوبي وبالغلط زرفت الإسوفاجس وزرفت التريكي، وهاي كلش كلش نادرة. فهو ده يقول لك الحالات النادرة اللي ممكن تسوي الفشلة. بشكل عام الفشلة سببها congenital anomaly. عندنا المرض الثاني اللي هو إسوفيجيال ويبس. إسوفيجيال ويبس من اسمها ويبس، يعني مثل شبكة العنكبوت. هي ويبس لايك بروتروشنز of the esophageal mucosa into the lumen which typically present with the dysphagia. Protrusion يعني نتوءات، يعني الميوكوزا مال الاسوفاجاس داخله، يعني طالعه واضحه داخل الاسوفاجاس، فتسوي له صعوبه بالبلع. يعني شلون؟ مثل ما تعرفون هاي هذا الاسوفاجاس من دخلنا الاندسكوبي، هاي الفتحه مال الاسوفاجاس اللي تشوفونه هنا هو الويبس، يشبه شبكة العنكبوت اللي هو protrusion of mucosa of the esophagus. protrusions تمتد. احنا قلنا الاسوفاجاس متكون من الميوكوزا، اي GIT متكون باي انسان يتكون من الميوكوزا، فالميوكوزا راح تمتد او تطلع برا داخل اللومن. اللومن هو الطبقة الداخلية اللي هي احنا البرانية اللي نشوفها بعيوننا، فهي الميوكوزا تجي من الداخل وتصير بروتروشنز برا. هاي الويبس تكون تسوي لي دسفيجة. ليش؟ لان السد بارشالي الفتحة هاي تسدها بارشالي. هنا تكمل للويبس مثل ما تشوفون هي تشبه شبكة العنكبوت، وهنا ايضا تشبه شبكة العنكبوت، والويبس تسبب لي دسفيجة، صعوبة بالبلع. هاي ويبس مثل ما تشوفون ويبس تكون بيضة لونها ابيض وصار بروتروشن بارزة تسوي لي دسفيجة. نرجع على الويبس. الويبس بشكل عام ما تظهر الا بسبب امراض اثنين اللي هو بلامر فينسن سيندروم، بلامر فينسن سيندروم، او عن طريق السكاتسكي رينج. السكاتسكي رينج زين. هسه احنا الويبس افتهمناها اللي هي بروتروشن اوف ذا اسوفيجيال ميوكوزا انتو ذا لومن اوف ذا اسوفاجاس. زين شنو البلامر فينسن سيندروم؟ هو ديزيز اوف ذا ميدل ايج وومن characterized by esophageal webs. إنه أنا عندي النساء اللي متوسط أعمارهم من 20 إلى 30 سنة راح ينصابن به أكثر من الرجال، راح يكون يتكون بالمري webs، إنه أكثر من webs ندخل بالإندسكوب وراح نلقى webs. زين ليش سموها سندروم؟ هسه راح نعرف شنو اللي هي بلامر فينسن سيندروم. بلامر فينسن سيندروم البيشنت اللي هو فيه من عمره من 20 إلى 30 راح يجينا أول شيء عنده إسوفيجيال ويبس اللي هي أول لاند مارك توصلني للبلامر فينسن سيندروم، وراح يجيني عنده ايرون ديفيشنسي أنيميا فقر دم. حلل الار بي سي، تحليل الار بي سي راح يطلع عنده نقص بالهيموغلوبين، وراح ألقى عنده ديسفيجا، صعوبة بالبلع. يعني كلينيكالي راح يجيني يقول لي تجيني البيشنت تقول لي ما اقدر ابلع، فاني اذا ما تقدر تبلع وعندها ايرون ديفيشنسي امنيو وعندها اسوفيجيال ويبس راح اشك انه عندها بلامر فينسن سندروم. بشكل عام البلامر فينسن سندروم ايضا هي انجولار، يكون اللسان مالته احمر طوخ، بيفي ريد تانك، ويكون بيفي سميك، يعني سميك وعريض،
ويكون الدسفيجة صعب تبلع، وعدها دائما التهابات باللث والتهابات باللبس بالشفاه مالتها، والتهابات بالفم مالتها. انجولر يعني تكون الزاوية حادة جدا مال الفم. انجولر ستوماتيتيس يعني inflammation of the mouth and lips. وراح نلقى عنده iron deficiency anemia، يعني من نحلل ال white بي سي راح نلقاهم قليلات. هاي الويبس اسوفيجيال ويبس. نرجع على الموضوع مالتنا، عندنا الكونجينيتال والميكانيكال ديسوردر، خذنا تريكيو اسوفيجيال فاسيلا، خذنا الاسوفيجيال ويبس، وقلنا ممكن تكون على شكل بلامر فينسن سندروم اللي هي بالميدل ايج وومن كاركترايز باي اسوفيجيال ويبس، وعندها ايرون ديفيشنسي انيميا اند انكريز بالريسك اوف كارسينوما. اي مرض كونجينيتال بالاسوفيجاس راح يزيد لي الريسك مال الكارسينوما. ليش؟ لان احنا التشو مالتنا مو طبيعي، ممكن يصير بميوتيشن ويتحول لي الى كارسينوما. احنا عندنا مرض ايضا يسمونه سكات سكيرينج، هذا سكات سكيرينج ايضا ويب لايك ناروينج اوف ذا جاسترو اسوفيجيال جانكشن. شنو الفرق بين السكات سكيرينج وبين البلامر فينسن سندروم؟ السكات سكيرينج هو راح يكون بالجاسترو اسوفيجيال جانكشن، يعني بنهايه المرء. الجاسترو اسوفيجيال جانكشن يعني السكات سكيرينج ممكن يكون بس هنا أنا. بينما البلامر فينسن سندروم ممكن الويبس تكون باي جزء من الاسوفاجس. بلامر فينسن سندروم راح يكون الويبس باي جزء من الاسوفاجس، وبلامر فينسن سندروم راح يكون عندي هو سندروم. لازم تشوف عده اعراض اللي هي ايرون ديفيشنسي انيميا، وتشوف عند اللسان مالته ثيك ويكون احمر، يعني عدة أعراض يلا تقول عليها بلامر فينسن سيندروم. بينما السكات سكيرينج لا، رينج تصير بأسفل المرء، هسه راح أشوفكم إياها. هاي رينج بأسفل المرء، أسفل المرء اللي هي نقطة اتصال المرء بالمعدة، يسموها سكات سكيرينج. اخر شيء عندنا الاكاليزيا. الاكاليزيا هو فيلير اوف ذا لور اسوفيجيال سفنكتر تو ريلاكس وذ سوالونج. تو ريلاكس وذ سوالونج، ركزوا لي على هاي العباره، انه اني الفتحه الفؤاديه تفقد سيطرتها على الاسترخاء، تفقد سيطرتها على الاسترخاء with swallowing عن طريق الملع. يعني احنا لازم عند الفتحة الفؤادية لازم تنسد وتنفتح، تنسد وتنفتح. بينما اني من راح اشوفها راح القاها مفتوحة، يعني هي لازم تسترخي وتنسد. شوف استرخاءها بانسدادها. ركزوا لي طلاب، ترى هاي اغلب الناس ما تعرف شنو الريلاكسيشن بالاسوفاجاس، انه هو تنسد نورمالي حتى الاسيد ما يرجع لي. يعني ريلاكسيشن مال الاسوفاجس انسداد المرء، فهي تفقد القابليه على الانسداد. ايتولوجي از انون، الاسباب غير معروفه. البعض يقول انه دمج بالنيرف اللي يغذي هذا الجزء، ف صعوبة تسترخي وتنسد، تسترخي وتنسد. وبعضهم يقول لا، انه هو خلق، ممكن تكون خلقي ويا الوقت. يقول ممكن الاكاليزيا تسببها تشاغاز ديزيز. تشاغاز ديزيز هو هذا مرض طفيلي استوائي يوجد بجنوب امريكا. احنا بالعراق ما عدنا، بالدول العربية الحمد لله ولله الحمد. يكون مرض خلقي، مرض استوائي
تسبب الباراسايت وتنقله البق. يعني البقة الادغاك ممكن تسوي عندك أكاليزيا في جنوب أفريقيا، يعني جنوب أمريكا. سبحان الله. الأكاليزيا نميزها عن طريق البيرد بيك ساين. البيرد بيك ساين يعني راح يكون عندي دايليتد بالبروكسيمال تو ذا لور اسوفيجال سفنكتر، راح يكون دايليتد. يعني تخيل، هي من تصير دايليت الاسوفاجس، من يكون دايليتد يعني صار عندك كونتراكشن، ومن شفه مسدود يعني هو ريلاكسيشن، يسموها بريمستالسينج موفمنت. راح نشوف علامة يسموها بيرد بيك. شنو هاي البيرد بيك؟ انه اني من انطي باريوم راح اشوف الاسوفاجس دايليتد متوسع، وهذا الجزء راح يكون متضيق narrowing of the distal part. سموها بيرد بيك لانها تشبه منقار الطيور. بيرد بيك منقار الطيور. لو تلاحظون انه من انطي باريوم سوالو، باريوم سوالو هي هي انه ننطي البيشنت اغلاس من الباريوم اللي هي صبغة، فنشوف الاسوفاجس متوسع فوق وجوه narrowing. احنا قلنا اما يكون سببها النيرف يصير بيه دمج، او يكون سببها انه الاسيد يرجع بشكل يومي frequently فيدمر يسوي لي دمج وهذا الريجن، فتقوم يقوم الاسوفاجس ما بيسوي ريلاكسيشن. اذا راح يكون عنده البليكنيكالي، عنده ديسفيجا، اودينوفيجا يعني painful with the swallowing، يعني الم بالبلع. اودينوفيجا regurgitation of the indigestive food. regurgitation انه هو يرجع الاكل الغير مهضوم، لان احنا ما يقدر المعدة ما تقدر تهضمه، ما اصلا ما فات للمعدة حتى المعدة تهضمه، فهنا الاكل يرجع لي للفم. نرجع للأمراض بشكل عام. احنا قلنا طبينا بالجي اي تي، والجي اي تي موضوع ضخم وكبير، وبدينا بالاسوفاجس، وقلنا الاسوفاجس بي كونجينيتال وميكانيكال ديسوردرز، وبي هيماتوميسيس عند اسوفيجال بليدنج، وبي اسوفيجايتس، وبي كونجينيتال كارسينوما. وقلنا كونجينيتال ميكانيكال ديسوردرز هي عبارة عن تشوهات خلقية وميكانيكية تكون بالإسوفاجس، وقسمناها إلى 3 أقسام: تريكيو إسوفيجيال فاشولة والإسوفيجيال ويبس والأكاليزيا. تريكيو إسوفيجيال فاشولة إن هي abnormal connection between the esophagus and تريكيا، وقلنا شنو نكتشفها بعد الولادة مباشرة، لأن الطفل ما يقدر يأكل ويهضم الأكل. وقلنا اسوفيجيال ويبس تكون على هي عبارة عن بروتروشن اوف ذا اسوفيجيال ميوكوزا انتو ذا لومن. وقلنا سببها اثنين، اما سندروم سميناها بلامر فينسون سندروم، او سببها يكون سكاتسكي رينج. وقلنا السكاتسكي رينج هو تصير بالاسفل المريء. قلنا السندروم راح تكون عندي راح كاركترايزد وذ ذا ميدل ايج ومن، وعند انيميا ايرون ديفيشنسي انيميا، وعند بيفي تانك. وميزناها عن السكاتسكيرينج. السكاتسكيرينج تكون رينج باسفل الاسوفاجس. خدنا الاكاليزيا، وقلنا الاكاليزيا هي failure of the lower esophageal sphincter to relax، يعني يفقد المرء قابليته على الاسترخاء. ركزوا لي على الاسترخاء، يعني اسفل المرء ما يسترخي، واعلى المرء يصير بي dilation. اسفل المرء ما يسترخي، واعلى المرء يصير بي dilation.
وقلنا الأكاليزيا ممكن تسببها باراسايت جنوب أفريقيا تنتقل عن طريق البق، وقلنا الأكاليزيا تكون دايليتيشن بالأسوفاجاس ناروينج بالديستال بارت، وتكون على شكل بيرد بيك ساين بيرد بيك أبيرنس ناروينج أوف ذا لور أسوفيجيال سفنكتر، وتكون كلينيكالي ديسفيجيا صعوبة البلع أدينوفيجيا painful with the swallowing regurgitation of indigestion food، يعني يرجع ال digested food للمرأة. باقي الأمراض إن شاء الله بالمحاضرات الجاية راح نشرحهم، هيماتوميسيس سيفيجال بليدنج، وراح نشرح لكم شلون نشخصهم بالأشعة. أبعون الله تعالى.